ارحب معي الباحث في مؤسسه القدس الدوليه الاستاذ علي ابراهيم. اهلا بكم استاذ علي. اهلا بكم وشكرا على الاستضافه. اهلا بك. سابدا معك من حيث يعني ختمت مع ضيفي الدكتور عمر، كنا نفصل بما قاله اليوم بني جانتس من ان يعني استعاده الامن في المنطقه الجنوبيه سيحتاج سنوات. اليوم لا زال الكيان الإسرائيلي يتحدث عن مراحل مقبلة أستاذ علي في هذه الحرب، وما يفعله اليوم منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هو فقط تمهيد. برأيك أي مراحل يتحدث عنها؟ يعني منذ 7 أكتوبر يتضح جليا بأن الاحتلال فقد واحدة من أبرز مزاياه، ألا وهي عنصر الردع. اليوم الاحتلال بعد ما جرى في 7 أكتوبر وهذه الضربة القاسمة التي تلقاها عبر فصائل المقاومة الفلسطينية، أظهرت للعالم بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية متراجعة جدا. حتى هذه اللحظة العنصر الوحيد الذي استطاع من خلال الاحتلال أن يصدر صورة من التفوق هو العنصر الجوي، ولكنه بطبيعة الحال ونتيجة يعني ضبابية الأهداف التي يمتلكها الاحتلال، نجد ونتابع نحن والعالم جميعا بأن الأهداف التي تضربها طائراته هي الأهداف المدنية، ويرتكب المجازر المتصاعدة والكبيرة جدا. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 7000 شهيد حتى هذه اللحظة. لذلك كلما طالت مدة هذه المرحلة أو المراحل التي يتحدث عنها جانتس ويتحدث عنها المستوى الأمني الإسرائيلي، يعطينا دلالة على أمرين اثنين. الأول بأنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يضرب أو يعني يقوم بضربات قاسمة للمقاومة الفلسطينية. نعم. يستطيع من خلال هذه الضربات أن يصدر مشهدية انتصار ولو زائفة. نعم. لجمهوره، وهذا الاحتلال حاول في الجولات الماضية أن يصدره، إن كان الجولة الأخيرة التي حاول الاستفراد بحركة الجهاد أو الجولة السابقة سيف القدس أو حتى الحروب الماضية. النقطة الثانية، معضلة الرهائن الحالية التي يعني تديرها المقاومة باحترافية ويعني أداء مهم ومميز جدا على الصعيد الإنساني أو حتى على الصعيد السياسي. لذلك الاحتلال أمام هذه المعضلة هو لا يستطيع من جهة أن يقوم بهذه العملية البرية التي يمكن أن تؤدي إلى مقتل الأسرى أو الرهائن بحسب، لأنهم هناك أسرى عسكريون كما نعرف ومدنيون، ومن جهة أخرى تأخير هذه العملية فهو يعني حشد آلاف من القوات. الأرقام تشير إلى نحو 350,000 مقاتل صهيوني. هؤلاء ما زالوا أسبوعين لا حراك لهم لا عمل لهم. يعني من الأمور المضحكة، وهذا يعطينا صورة عن تململ الحالي في الجيش الإسرائيلي، المشاهد التي تابعناها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن جنود الاحتلال دخلوا إلى مزارع المستوطنين وقاموا بقطاف المحاصيل. نعم. وري المزروعات، لأن هذه المناطق قد أخليت من سكانها. ولكن من ناحية أخرى هذا إشغال لهؤلاء. نحن نتحدث عن آلاف الجنود، وطبعا هناك تقارير إسرائيلية لكي تمنعهم سلطات الاحتلال من الإنحباط النفسي وتعزيلهم عما يجري يعني في الكيان، قد حرموا أو منعوا من الوصول إلى هواتفهم، أو كان هناك تحديد لهذا الوصول، أي أنهم أيضا سيكونون عنصر عبء وحمل زائد على يعني على الكيان أو على الحكومة الإسرائيلية. يعني وبالتالي هناك مهمة يعني إن سمحتم لي. نعم. هناك نوع من ليس أقول الخلافات، هناك نوع من عدم الارتياح ظاهر وجلي ما بين مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لدرجة أن نتنياهو اليوم من خلال تسريبات لبعض الصحف العبرية يتحدث عن إجبار وزرائه على الخضوع لجهاز كشف الكذب. وهذا يعطينا دلالة واضحة بأن اليوم الائتلاف الحكومي الحالي والذي تم توسيعه مؤخرا بعد انطلاق معركة طوفان الأقصى، ائتلاف غير متجانس غير متكامل، وهناك تشظي مهم جدا وخطير سيظهر للعلن عاجلا أو آجلا. طيب، ولكن الإسرائيلي أستاذ علي بشكل عام يعني أمام هكذا ظرف يخوض حرب وجودية كما يعتقد، ألا يعني ربما يتجاوز هذه الخلافات التي تتحدث عنها؟
نعم، هو حاول إظهار أنه تجاوز. نحن نتحدث عن دولة، طبعا دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية هذا العام شهدت مظاهرات ضخمة جدا. تل أبيب المحتلة شهدت مظاهرات يعني ضمت مئات الآلاف، ونتيجة ما يسمى قانون المعقولية والقوانين التي حاول نتنياهو نعم تعديلها لكي يزيد من صلاحياته وينجي نفسه من المساءلة القانونية. الاحتلال لديه دائما سياسة، خاصة أمام مثل هذه الظروف الكبرى، يحاول أن يعطي رسالتين. الرسالة للداخل الإسرائيلي بأنه متوحد، لا مكان لا للمعارضة ولا للموالاة في هذه المرحلة الدقيقة، ورسالة للخارج، وهذا أيضا ما حاول نتنياهو أن يصدرها منذ اللحظة الأولى، نعم بأن كل الكيان الإسرائيلي وكل هذه المكونات المختلفة متوحدة أيضا، تريد أن تتلقى الدعم من الحلفاء أو ما يسمى الحلفاء. نعم وهذا طبعا مارسوا من خلاله الكذب والرواية المكذوبة وغير ذلك. لذلك هذه الصورة، نعم هي صورة موجودة، ولكن اليوم طالما نتنياهو لم يتحمل المسؤولية، طبعا لأنه إن تحمل المسؤولية سيكون هو كبش الفداء الأول نعم ما بعد انتهاء هذه المعركة، وسيخرج، يعني هذا كلام كثير من المحللين حتى الإسرائيليين منهم، بأنه سيخرج من الحياة السياسية الإسرائيلية، وهذه آخر فرصة لنتنياهو. طيب لذلك لا يريد التحمل المسؤولية، ويريد من جهة أخرى أن يلقي تبعات كل ما جرى في 7 من تشرين على المستوى الأمني فقط من قادة طيب أستاذ علي، الشباك فقط والمخابرات لاختصار العسكرية وغير الوقت، ذلك. نعم لاختصار الوقت، يعني هناك العديد من الأسئلة، ولكن اليوم بحسب ما تقول، يعني هل يمكن الفهم بأن الكيان الإسرائيلي وفيما يتعلق بخطوة الغزو البري هي مستبعدة على الأقل في الظروف الحالية؟ وهل هناك اليوم فرص للمفاوضات والوساطات برأيك؟ الاحتلال حاليا يعني عرف تماما بأنه قد مرغ أنفه في التراب، لذلك لا يستطيع الاحتلال أن يتراجع عن هذه الخطوة على أقل تقدير. ماذا هناك سيفعل؟ ما يعني الخيارات؟ وهل نحن أمام حرب طويلة كما قال جانتس اليوم نعم فعلا؟ نعم نعم الواضح هكذا، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتدخل بهذا الثقل العسكري النوعي، إن كان من خلال الإسناد العام عبر الأساطيل البحرية، ونحن نتحدث عن حاملتي طائرات في سيكونان في الشرق المتوسط، إضافة إلى نشر منظومات دفاع جوي متطورة في عدد من البلدان، بطبيعة الحال نحن نعرف أن هذه المنظومات ولو نشرت في الخليج العربي ولكنها بطبيعة الحال تريد أن تحمي الكيان الإسرائيلي، نعم الكيان الصهيوني. النقطة الثانية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تطور إلى الوجود المباشر. البنتاغون تحدث عن منذ قليل عن 900 جندي إضافي، هناك كان حديث عن 2000، وبعض المصادر تشير إلى 4000، ما يسمى وحدة الدلتا وهي وحدة النخبة. ومسؤول سابق في البنتاغون أيضا تحدث منذ أيام بأنهم شاركوا في التوغل المحدود في قطاع غزة ومنوا بخسائر بشرية كبرى. نعم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بأن قاعدتها المتقدمة في الشرق أو ما يسمونه الشرق الأوسط في خطر جسيم، لذلك تلقي بثقلها حاليا. الاصطفافات الحالية في المنطقة أيضا توضح بأن الدول الكبرى في منطقتنا وعت لما يجري. للأسف الدول العربية ما زالت مرهونة بشكل أو بآخر إلى الحلف الأمريكي الصهيوني، نعم. ولكن اليوم إيران وموقفها المتقدم، حسن. تركيا أيضا هناك انعطافة كبرى في موقفها البارحة في اليوم خطاب كان هناك السودان. تحول لافت بموقف أردوغان، يعني على كل حال اسمح لي أن أقرأ الخبر الأخير ونعلق عليه سويا قبل أن أختم معك أستاذ علي. أطلقت حركة حماس نداء إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم من أجل تصعيد الحراك الجماهيري طوال الأيام القادمة، وتحت شعار افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة أطلق النداء اليوم من أجل نصرة غزة وأهلها، ودعت حماس إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة يومي الجمعة والأحد رفضا للمجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب أو يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين. برأيك كيف ستكون الأيام القادمة، وبما أنك كنت تتحدث عن المواقف العربية وأيضا التحول بالموقف التركي اليوم، هناك ربما إذا ما يعني أقمنا مقارنة بين الموقف الشعبي والرسمي هناك اختلاف. صحيح هناك تباين نعم شاسع،
ما بين المواقف الشعوب العربية، يعني لا أقول بأنها عادت إلى القضية الفلسطينية، لم تغيب، ولكن نتيجة الظروف الموضوعية في عالمنا العربي تراجع موقع القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية، ولكنها أثبتت في هذه اللحظة التاريخية بأن كل الشعوب العربية متمسكة بالحق الفلسطيني، متمسكة بمدينة القدس وبالمسجد الأقصى المبارك. للأسف هذا التباين ظهر جليا في موقفين، الموقف المصري والموقف الأردني. نعم الأردن يعني من خلال خطابات وزير الإعلام الأردني وحتى مقابلة الملكة رانيا مع CNN هناك موقف متقدم، ولكنه بطبيعة الحال لم يلمس الشعوب العربية والإسلامية. يعني حتى الموقف التركي هو تصاعد في الفترة الأخيرة، ولكن كل هذه الدول التي تمتلك علاقات متينة مع الاحتلال لم تقم بخطوات حتى من خلال يعني تعزز رصيدها الشعبي عبر استدعاء السفير الإسرائيلي أو طرده أو غير ذلك. للأسف مصر هنا كانت نقطة أيضا خطيرة جدا، هناك انصياع شبه كامل للإرادة الإسرائيلية، لدرجة أن قناة أو تلفزيون كان وهو تلفزيون إسرائيلي نشر صورة لضباط إسرائيليين يفتشون المساعدات الإنسانية في معبر رفح، ما بنرفع واليوم يجب على المشاهدين أن يعرفوا بأن معبر رفح حاليا هو معبر يربط بين الجانبين الفلسطيني والمصري، لا وجود للاحتلال وجنوده فيه. لذلك الانصياع المصري لإرادة الاحتلال بإغلاقه وعدم إدخال المساعدات إلا بالتنقيط ومن خلال عملية ابتزاز للمقاومة عبر يعني لإفراجه عن الرهائن، هذا جزء من هذه الانتكاسة. للأسف حتى بعض تصريحات الرئيس المصري كان فيها لبس معين، ولكن حاول أن يعيد يعني لا أقول إبراز الموضوع، ولكن تصحيح بعض الشيء، ولكن من دون خطوات عملية فاعلة بالفعل. نداء لن تنفع الذي هذه المواقف أطلقته ولا قطاع البيانات المقاومة كلها حاليا هو التي يعني صارت. الأمل، لا شكرا. أقول الأخير، ولكن هو الأمل الحقيقي حاليا أن تقوم الشعوب بالضغط على الأنظمة الحالية. كل الشكر لكم الأستاذ علي إبراهيم الباحث في مؤسسة القدس الدولية، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا، تصبحون على خير.